احتفل الفنان محمد أبو داود مساء أمس السبت بزفاف ابنته منى في إطار عائلي بحضور أصدقاء العروسين. الفنان محمد أبو داود ظهر في مقطع فيديو عبر تطبيق انستغرام وهو يرقص بصحبة ابنته على أنغام أغنية بنت أبويا التي سبق وقدمتها الفنانة هنا إبراهيم ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه دسوقي. الفنان محمد أبو داود تولى مؤخرا رئاسة لجنة التحكيم بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي التي أقيمت في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضي.